FM 6-12 على FM أحلى راديو 11:07 دقائق على FM أحلى راديو. شكرا على الاستماع وين ما كنتوا. جاونا ديزوز حتى لنص النهار معكم يوسف البحري وكامل الفريق, ويلتحق بنا أخونا جلانز. أهلا وسهلا. صباح النور. مرحبا سي جلانز. تحية ليك, تحية جميع المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. اي باهي برش. هذوما تعلمتوا عند خالد حسن, سامعني برش. طبيعي ديما نقولوا المستمعات. أنا سميته فرانس بيكنباور الإعلام. وي. حتى في الكورة كان فرانس بيكنباور. ما شاء الله. أي كان ريال سنترال. أي. كان مدافع محوري. باهي قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع, قبل ما نحكيوا على اللي صار ومراسلة الفيفا والكلام اللي تقال عليها والعشق الممنوع, والله جاتك ملاحظة حسن جدا عند عمي حسن جلانزا. سلم عليه. تحية لي عم حسن. عم حسن اللي هو تاكسيست ويسمع فينا ديما, بالحق يسمع إيفين برشا معني مصباح لليل. قال لي كتفول يوسف هكا كما قلت انت, كتفول متاع سبور. كتفول يوسف. قال لي والله ما حليه. قال لي ولا يحكي معك في سبور ويحكي مليح في الكورة ويسلم عليك ويرسل لك تحية. تحية لعم حسن, ربي فضلك عم حسن وربي صبرك على أمين جلانزا. ليه هو متغش عليه شوي خاطر هو يحب الميلان كيفية نزدين. الميلان. قال لي شبيك ما تحكيش برشا على الميلان. يحكي لنا على الميلان. هاي اليوم نعملوا نشر كاملة على الميلان نيوز. الميلان. ميلان نيوز. شكرا ليك عم حسن, شكرا كل مستمعينا والتاكسيستي الكل اللي يسمعوا فينا على EFM في جونا ديزدوز. يلا أخبار رياضة تسويت مع أمين جلانزا. المسلسل تحكيوا على الكوره. المسلسل على الكوره. وانت والله بعثت لي صور لملاعب في العراق. حكينا على الملاعب في الجزائر, ملاعب في العراق حكيت عليهم وقتها في الميشو معي محمد سليمه. ملاعب برشا تبني وحاسيلو بالبال, حاسيلو ملاعب على اعلى مستوى. ملاعب تهز 25000 و30000 و40000 و50000 في بلاد منذ فترة في حرب كانت برشا, معناها العراق تشهد عدم استقرار. وي. ونحن شنو صاير؟ عدم استقرار ونزاع كبير بين الجامعة الجزائرية, عدم استقرار أخلاقي, عدم وسلطة الإشراف الممثلة في الوزارة. البارح مراسلة من الفيفا ظهرت في الإعلام التونسي, هي المراسلة بتاريخ 24 أكتوبر, احنا اليوم 27 أكتوبر. مراسلة من الفيفا للجامعة تهدد بتجميد نشاط المنتخبات والأندية نظرا للي وصل للفيفا من معطيات تقول أنه فما ثبوت لتدخل السلطة التونسية في شؤون ونشاط الجامعة التونسية لكرة القدم. الفيفا تطالب الجامعة بتقديم توضيحات في الموضوع قبل نهار 28 أكتوبر. إثر المراسلة هذه شكري حمدة مدير شؤون قانونية حكى البارح في سبور بلوس, حكى اليوم صباح زادة مع برهان بسيس في ليميشن بوسيبل. قال أنه تونس دولة ذو سيادة لا تخشى أي تهديد. الجامعة عندها 9 ملفات بالقطب القضائي والمالي, والفيفا لا يمكن أن تؤاخذ دولة يعني تحاسب في مسؤول ولا تحاسب في جامعة لتورطها في قضايا, عديد القضايا منهم هم اللي قال 9 قضايا. شكري حمد أكد أنه الوزارة تتفاجأ بمراسلة الفيفا. شنو هو المعطيات اللي وصلت الفيفا ما يعرفوش, شنو تقال الكلام معناه للفيفا, شنو عندها الفيفا من معطيات, هذا كله مجهول بالنسبة للوزارة. حكى أيضا عن الإطار الفني مثلا للمنتخب الوطني التونسي, أكد أنه إلى حد الآن ما يعرفوش جلال القادري عنده عقد ولا لا مع الجامعة التونسية لكرة القدم. قال أنه الوزارة صبت مليار للإطار الفني الكل من مبلغ مخصص هذا الإطار الفني, لكن إلى حد الآن ما فهمش توضيح من الجامعة بخصوص عقد جلال القادري. حكى زاد على إمكانية حل المكتب الجامعي بناء على الفصل 21 بتقارير رقابية. مثلا البارح محمود البارودي خرج في مزيك مع زميلنا حيدر, قال أنه الورقة أو المراسلة اللي خرجت قال تتشري بالفلوس. قال 100 مليون. 100 ألف دولار. 100 ألف دولار. 100 مليون. استبعد شوي. هذا اللي قالوا. بالنسبة للإنفورماسيون اللي عندنا معناها في مخصوص فيما يخص المراسلة ذي يوسف, المراسلة مسح عليها جون ماري كيني. هذه هي المراسلة مسح عليها جون ماري كيني اللي هو بعد التثبت بتبيعة من البلاغ ذي يقال أنه جون ماري كيني هو رئيس لجنة الاتحادات الوطنية المنخرطة بالفيفا والتي تعنى بالتنسيق بين الاتحادات المحلية والفيفا خاصة تطبيق برنامج فورورد, ويقال أن وديع الجري عضو في اللجنة, عضو قار هي تضم 15 عضو. تجدر الإشارة أيضا أن مراسلات الاتحاد الدولي في خصوص شبه التدخل السلطات السياسية تأتي من الكتابة العامة من جهة أخرى اللي هي ترأسها فاطمة سامورة.
بون هذا كله الكلام اللي قاعد يتقال في الاعلام. انا نقول لك يا ورقه اوفيسيال راهي ورقه اوفيسيال اكيد ورقه اوفيسيال اللي جات. اما جست اللي عندي سؤال جلانزا تهديد سامحني تهديد المنتخب ممكن محرمين من المونديال قبل صعيب برشا قبل جمعتي 24 يوم صعيب تخش مخي برشا شكون المنتخب اللي في يجيك توا وصعيبه صعيبه الحكايه صعيبه برشا. جست حاجه برك انا عندي سؤال جلانزا كيما يتسائل نجم نجاوبك عليه اي بيان سور كيما كانت نجم سينو نفتحوا المجال للناس اللي تنجم تجاوبنا والمختصين وقسم الرياضه بطبيعه خاطر سيرمون اليوم باش يحكيوا فيه مع زميلنا ايمن زروق. لا جست حاجه برك الورقه هذيك علاش تتبعث للجامعه تو هو فما خلل لانه الجامعه تطالب بتوضيحات. الجامعه باش تعطي كاني رابورت فيفا باش تقول لهم اسكو باش تاكد فما خروقات ولا لا من صوت الاشراف دون سو كا هي الفيفا تراسل الوزارة. معلش عاد من مصلحه الجامعه انها تراسل الفيفا وتقول هي فما خروقات واي جمد النشاط ولا لا دونك واضح معناتها هي تهدئه النفوس الجامعه مهمه معناتها التهدئه والرياض توا احسن حل تصور انه الجامعه تقول راه ما فما حد شيء المنتخب مقبل على مونديال مقبل على مونديال ومرحله مهمه في كره القدم التونسيه يوسف دونك الحقيقه الجامعه لازمها تعرف تجاوب ديجا خاطر عندها حتى الغدوه باش تجاوب لازمها تقول اللي راه ما فما حد شيء راه الجو راكح وكل شيء باش نمشيو للمونديال. وكما قلت انت صعيب برشا انه معناتها ليكيب ناسيونال معناتها ما تمشيش للمونديال ما صارتش سابقه كيما هكايا قبل ب 10 ايام ولا قبل ب 20 يوم معناتها اون ناسيون ما تمشيش للمونديال. مثلا يوغوسلافيا 92 يورو اللي هزوا الدنمارك الدنمارك عوض يوغوسلافيا من الحرب هذيك تم تبع يوغوسلافيا لكن لسبب كيما هكا الى حد الان ماريناش حاجه كيما هكا صعيب مستحيل صعيب مستحيل هنيو يا تونس رانا ماشيين الكوب دي انا حسب مره هذه معناها رايي انا انه المنتخب التونسي يحرم من المونديال حاجه مستبعده جدا مستبعده برشا وبقول تربي ماشي للمونديال وان شاء الله تونس ترشح للدور الثاني يلا الخبر اللي بعد نحكيوا على المونديال. مشجع اسباني قرر انه يوسف يعمل مدريد قطر على ساقي مدريد قطر على ساقي وحيش بيه فما طيارات تشالنج 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 كل واحد راه في تشالنج ساعات كل واحد حر في حياته وشنو يعمل فما واحد ساعات يسمع يقول علاش لزو مثلا يوسف يعمل في انيماسيون صحيح مثلا معاها من جلانز جلانزا كيف كيف يخدم كصحفي رياضي معناها هو حب هكاك ساعات نحن نتسالوا وحدنا واحد اظهر له معناها طلع له في مخه انه باش يعمل مدريد قطر على ساقي تشالنج. انا الحقيقه نحترمهم العباد هذوما الحقيقه يتحداوا انفسهم ويتحداوا العباد زاده معناها عنده وقت هو توا 20 يوم استنى ساعة استنى وصل لإيران يا أخي تم اعتقاله وقالك آخر الأخبار تقول أنه في الحبس ليه مشجع الإسباني ذي شملز رسلت له في الحبس. أنا اسمع نتفكر مرة كنت مغروم برنامج توب جير معروف بريطاني الشهير بتاع الكراب حبوا يعملوا تشالنج من أربيل للقدس من أربيل للقدس بالسيارات من العراق للقدس بالسيارات عاد ما هما تلزة بريطانية جاوا باش يتعداو من العراق لإيران قالوا لهم انتوما انجليز قالوا لهم انتوما كرهبكم بدلوا الباركور ولا السيركوي وتعداو وقت هذول على تركيا وهبطوا من سوريا باش وصلوا للقدس مناظر طبيعيه ياسر حلوه معناها الرحله انا تبعتها نتفكر عندها برشا دوك المشجع الاسباني هذا في الحبس في ايران هذا حسب ما توقف في تونس الحمد لله. أما أنا ما فهمتش مهزوا الإيران معناها مدريد. حبي طولها. دوحة ما فهمتش كيفاش مشى الإيران. حبي طولها. لا علينا. المونديال وقطر تلغي شرط الاستظهار بنتيجة فحص سلبي عفوا للكوفيد قبل السفر يعني تدخل قطر من غير بي سي آر من غير حتى تيست رابيد زادة بداية من 1 نوفمبر الاستظهار ببطاقة هيا. هذيك لازم بيك من غير الاستظهار ب بي سي ار ولا بي سي ار نيجاتيف ولا حتى تيست رابيد يقالوا انه حتى تطبيق احتراز نفس الشيء سيتم الغاء العمل به ما تعرف تطبيق هذا تستعمله في قطر الكل يظهر حالتك الصحيه كي تبدا تشعل خضره معناها لاباس حمراء هذيك معناها عنده كوفيد باش تدخل المول باش تدخل اي بلاصه عموميه في قطر لازمك تستظهر بتطبيق احتراز توا باش تستظهر به كان في المراكز الصحيه فقط باهي برك جوست حاجه برك على بطاقه هيا العباد اللي ماشيين للكوب دو موند جلانزا هي بطاقه هيا معتبره عباره فيزا
معناتها تدخل به. اما فما السلطات يقولوا راهو الفيزا كوميم تتبعث لك على الميل، معناتها باش تجيك ورقه نتاع نتاع فيزا. انا مثلا عملوا في فيفا ارب كاب كيف كيف بعثوا لي ورقه، معناها باج نتاع جورناليست معها ورقه فيزا دخول لقطر، تاشيره دخول لقطر، نتصور نفس الاجراء. دونك العبيد اللي تحضر في روحها وماشيه للكوب دي موند راهو بخلاف البطاقه هذيك راهو فما فيزا تجيك على الميل نتاعك باش ما تصير شكل مشاكل نتاع نقص ورقه وكل شيء. دونك العبيد هاك تبدا فعل. يلا لين بعد الخبر الاخير يخص مهاجم نابولي فيكتور أوسيمان اللي سجل الهدف هدف الفوز ضد فريق روما، هدف ممتاز جدا. ما عرفش كان شفته يوسف ولا لا. ربح نابولي روما 1-0 بعد الماتش. فما زون في اي بي، زون اللي يحط فيها كرهبهم الجوارات والمقربين من اللاعبيه كيما مثلا لي ماناجير اللي تابعينهم وكل اللاعبين. فما استيوار هاك سيد ذاك اسمه ماتيو من اصول اثيوبيه. ماتيو كان واقف وفما جورناليست في الزون هذيك، قالوا اش تعمل؟ قالوا نستنى في فيكتور أوسيمان. أوسيمان قالوا انا راني ليدول نتاعي فيكتور أوسيمان. قالوا اقعد معايا شويه تو يجي تتقابلوا تصور معاه وكل. وهي بيان سور في الاولمبيك وهو في روما. دونك الشركه المسؤوله على الاستيوار غادي اللي يخدم معاهم سيد ماتيو اللي عمره 18 سنه من اصول اثيوبيه تغشوا كيفاش عمل تصويره مع أوسيمان، اعتبروه خرق القواعد، قواعد العمل اللي جاري اتباعها غادي في الشركه هذه اللي ممكن يامنوا سيكوريتي في محيط الاستيوار ليزوتيس واللي يخدمون. يا اخي طردوه من الخدمه، طردوه من الخدمه. أوسيمان سمع بالحات وطلب من ماتيو انه يعطي لي كونتاكت تاعو للجورناليست اللي توسط له انه ياخذ سيلفي معاه وتصويره معاه، وقال له تهنى انا ندبر لك خدمه. قالوا ندبر لك خدمه. انا الجيست ياسر عجبني. فيكتور أوسيمان اللي ولا ايدول في نابولي متالق يعني كرويا وحتى خارج الكره، خارج محيط المستطيل الاخضر، يعني في برشا خير زاده. هذيك هي معناها راهو الكره راهو تخرج راهو من مستطيل الاخضر يوسف. لازمك توري قيمتك في المجتمع في المكان اللي عايش فيه كما عامل مثلا فيكتور أوسيمان. وي باش تحكيوا على انيستا زيد يعيش في حاله نفسيه. انيستا عاش حاله اكتئاب. انا الحقيقه راني نحيتو الاخبار عليه ميساج تحكي لي ولا نحبوا انيستا. يدور ملا جو 9 عنده صديق ويلعب في اسبانيول توفى وقتها عاش حاله اكتئاب. قالك ما عاش عيني بالحق ما عادش عيني. قالك حتى في الامور اليوميه الحياتيه كره القدم خمم حتى يبطل. عاش حاله صعيبه برشا يستحكي عليها مؤخرا في حوار صحفي. ديبريسيون وسبور حاله الاكتئاب والرياضه حاله شائعه جدا يوسف. مثلا اشلي بارتي اللاعبه الاسترالي اللي بطلت في عمر صغير برشا عاشت حاله اكتئاب. راه مش سهله راه باش تكون رياضي محترف يوسف بالحق مش سهله. تو مثلا ناخذ انا اكزومبل ديما اكثر اكزومبل يظهر لي شائع هو لاعبي التنس. راهو يسافروا برشا يعيشوا في الوتله كهو معناها من لوتيل للتيران دونتريمون للكومبيتيسيون. راهو بالحق ماهيش سهله تعب. يقولوا عباد فلوس وشهره وهذا كل وبرشا دي سبورتيف برشا دي سبورتيف عاشوا الاكتئاب. لورمان ودو كان تتذكر في الـ في الـ الـ الناتاسيون فما بدل ولا يلعب هونت فلوريان خوها ولا خوها هذيك خوها اي خوها ولا اما هي زاد عاشت لورمان ودو عاشت حاله اكتئاب وصلت حتى للسويسي. انا قلت فلوريان ودو وصلت حتى للحبة تنتحر يعني. فالاكتئاب والرياضه راهو موضوع كبير برشا وللاسف مانيش نتطرقوا له حتى في الاعلام في تونس. الحاله النفسيه مهمه جدا بالنسبه للحاله النفسيه نتاع الرياضيين. ونتصور في تونس الحاله النفسيه اكسح من الحالات النفسيه نتاع حتى الاعلاميين بروفيسيونيل ابو فيسا بيان سور بيان سور وي وي يعني. فما شكون ما نعرفش انا يتلز انه يمشي الحاجات ممكن ما نحبوهاش كيما الادمان مثلا. فما شكون بون يعرف يجيري ستريس نتاعو يعمل رياضه يعمل سبور. لازم سبور بيان سور لازم ديما سبور. علاش انت ترينا ديما ما شاء الله؟ انت هكا تبارك الله ما شاء الله الباب ما عادش يدخلك. الحمد لله الحمد لله. فما جوست حاجه برك الدوكيومونتير خدمته كانال بلوس يحكي على الادمان والادمان مش الادمان يحكي على الاكتئاب والرياضه في جميع الرياضات ممتاز جدا. يحكي زاد على الجارديان تاع نيس كان تتذكروا بينيتيز جارديان نيس بينيتيز تعدى بازمه نتاع بسيكولوجيك كبيره برشا حتى حارس الماني انتحر.
بون موضوع حالات عديدة عندك برنامج نجم تتطرق له نهار تحكي فيه. تجيح به انت نجيب نجيبو بسيكولوج ونحكيو علاش ليه. لا لا انت انا برك يزي اي انا بجوير بروفيسيونيل تاع بادل نجم نعطيك الحالة النفسية نتاعي. محمد سعدون الكواري مثلا يلعب بادل مع منتخب قطر. بالله اي باهي برشا يلعب مع منتخب قطر هو كان تنس مال. انا نوعدك عام الجاي راني باش نكون جوير كبير برشا ان شاء الله. الحالة النفسية موجودة ما الحالة النفسية موجودة. شكرا ليك جلازا ميرسي بوكو يا الببليستي راجعين معاكم جاونا ديزدوز حتى النص النهار. مثلين للجمعة من العشرة النص النهار جاونا ديزدوز مع يوسف البحري. جاونا ديزدوز يا ثامنة سيزدوز على إيفام أحلى 11:23 دقيقة علي في أحلى راديو. شكرا على الاستماع وين ما كنتوا. جونا ديز دوز حتى النص النهار. تابعونا كالعادة باش فيسبوك انستغرام تيك توك راديو اي اف ام. خضرة حارب اهلا وسهلا. صباحي مرحبا مرحبا خضرة. جست باش نحط المستمعين في الاطار. بعد تراو عاشت حالة عنف من امين جلانز جبد بها الكرسي وهي باش تقعد بيه هكا توا بيه هكا بلي نطلب انا من جمعيات حقوق الانسان وجمعيات اللي ضد العنف يلتحقوا بيا في اي اف ام اني قاعده نتعرض لكل اشكال العنف اللفظي والجسدي من المسمى امين جلانزا. او صوروها زاده في اي اف ام تي في ولا يعطيهم الصحه. لا حول ولا قوه الا حسبي الله ونعم الوكيل. هكا قومك من بعد لا بارك الله فيك. لذا اللي كنا نخدموا فيه انا وياك قبل ما كناش يصير فينا هكا كان يصير اعنف. انا بركي تحيه لهم مون بليزير الكل. شبيك يوسف هكا يا صبيح ما عندكش حق حجام على لحيتك هكا وشعرك مشبشب ما عطيتنيش اونفي للخدمه واحد طيحوه وانت راسك هكا انت علي هكا الصبيح. يلا خذ راح حرب تسفيت حال لحرب. اليوم ماشي الحجام ان شاء الله ان شاء الله السنه. لا ولا اليوم بالله يوسف امبارح لموا عليا بعض الاصدقاء وقت اللي انت سالتني على مكان نيوزيلندا وانا ما عرفتش نجاوب على خاطر الحقيقه ثقافتي الجغرافيه محدوده جدا جمله في لا متى كل شيء متى البلايص المعروفين ولا في تونس ولا يا اخي انا ما خليتهاش لا في قلبك لا في قلبهم. تقع نيوزيلندا او اوتيوريوا باللغه الماوريه في قاره أوقيانوسيا في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادي وتتكون من جزيرتين رئيسيتين هما الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية والعديد من الجزر الصغيرة من أهمها جزيرة ستيوارت. هاي الله الله سفا هكا بيه يا باشا عندهم رئيسة ليه ولا رئيس سريت حديثك في موضوع مرة أخرى لا حول ولا قوة بطلت مانيش مهاجرة بيخة بارك الله فيك نو سيدة المخرجة باهي نيوزيلندا مزيانة برشا برا برا عندهم عرفهم تاع الركبي اللي يعملوا هي ها هي ها هذوكم كماتيك عرفتهم سامحني ما كيفاش لاهين بالعصافر وما عندهم هذوكم نيوزيلندا وي بطلت ماني مش ماشية ما مشيتش الخدمة ما قبلوكش قبلونيش قالوا لي تخدم في اي اف ام مع يوسف تجي لهنا العصافر مساكن تردهم داخلين وخارجين في الحلة سماح يمشوا الخبراء والله يدي توجع فيا والله مانيش نعدي اخباري جيبوا لنا طرف كلاس والله مش معقول والله انا نلتجا الى القانون. ليه ليه هو ده قانون السماء والعدله الالهيه الربي سبحانه نشكي به قانون الدوله تضحك قانون الدوله وكل شيء موثق ديجا وعندك راهو زاده الاداره معناتها كان تحب الاداره يا خويا حشتهم به قلب مونديال ومشي القطر ما نجموش يتخليوا علي انا نجمو يتخليوا علي في اي دقيقه معلم يجيبوا شكون يحل الحرب في بلاصتي ما قالك جلانزا مشي القطر فما كان انت تنجم تحل الحروبات على الاخر ربي يستر ما مشي القطر ربي يستر لا مع يتلغى كاس العالم انا حسيتها ما وجهه تبارك الله هو قطع الخميره من الداء سايبو بالله سايبو يلا خبير اقتصادي كالعاده قالك حالتنا تعبه اقتصاديا توفي حاجه سي عز الدين سعيدين هو خبير اقتصادي قال حالتنا تعبة انا حبيت حسيت وحب يقولها بطريقه اخرى ولكن عرفتها حشم اسي سعيدين حالتنا متعبه اصل اجمالي عطاشة اسي سعيدين هاني قلتها وبرت لك على قلبك اجا تو في الـ في الـ في الـ في الاوف نقول لك بطريقه اخرى جمله واحده والله لا فهمت ساعه انا والله يا يوسف استفيلت خير من اسمه سي سعيدين قلت باش يعطينا اخبار باهيه معناتها كتزهينا يا اخي الله غالب والله اجا نقولك والله تعبت يا يوسف لا حد يطل علينا يعطينا طرف امل والله العظيم والله هاو رئيس الحكومه اعطى طرف امل قال ترى باش نخرجوا منها عن قريب الحاله باش نخرجوا عن الزجاجه عندنا فيه 11 سنه رانا
يا اخي راه عنق الزجاجه مع حتى عنق الزجاجه ما فماش. تعبت انا تعبت نفسيتي تعبت. تشوف شعرك تشوف لحيتك تشوف الجماعه كيفاش هوني راهو راهو الحاله متعبه متعبه اصل يا ولدي. اعطيونا طرف امل بالك اكذبوا علينا شويه 100 جرام امل بالحق اكذبوا علينا بالحق والله ساعات الكذب في المصالح جايز. اكذبوا علينا اعطيونا شويه امل يا رسول الله. ما كيكذبوا علينا نقول لك كيفاش يكذبوا علي توا والله في الاسباس نتاع البوز في الفي اف ام هوني دخلت نشم في ريحه من حاشيكم نتاع فتيك نتاع جيز. قلت لهم بكشي الدوله ترش علينا في المبيدات من فوق تحب تنقص منا صرنا على يلا سرقة مستلزمات تابعة لهيئة الانتخابات في بنزرت. قالك البارح حسيتي سرقوا الهيئة متاع الانتخابات في بنزرت مستلزمات. هي عبارة على أقلام وأوراق وأدوات مكتبية. كيف أيوة هذه الهيئة اللي باش تسهر على سلامة وشفافية الانتخابات يا يوسف. سرقوها في القيلة وفي النهار ستيلوات ستيلوات وأوراق ونحن باش نمدولها أصواتنا العزيزة الغالية اللي طلعنا بها ما شاء الله من السياسيين والفازات علينا. يعني انا نهارتي باش نمشي نعطي صوتي وننتخب. كون عندك ثقة. ما عنديش. باش نقعد نعس على صوتي في الصندوق اللي حطيت وين وصل ونقعد نستنى الصندوق وين باش يمشي للفرس ونقعد نستنى يا خويا صوتي شبيه عزيز وغالي راه مالا شناي مالا. ايقاف اربع اشخاص من اجل يلوجوا على الكنوز بمقام ولي صالح. قالك اربع اشخاص وقفوهم يمشوا على الكنوز بمقابر ولي صالح. والله الولي الصالح كان جا حي راو قالك يا بو هالي المسحه والفيس كان مشيت خدمت بهم على روحك ودبرت راسك بعرق جبينك خير. تو اذا ماك الجماعه عرفتهم يوسفك اللي يقعدوا في القهاوي ويبدا يقولك انا نخدم ب 600 دينار انا نمشي نعمل نهار مرمى انا نخدم دهين ويهز معناتها بكامل قواه العقلية يرفس ليلة كاملة في غاطس في التراب وفي الواحد يفركز على كنز. معناتها هو هذية مخه شعطاه والله العظيم شي تعب حاجة جيتني تعب برشا اليوم أنا نفسيا متعب متعب كيما قال سي سعيدين والله العظيم برا نمشيو شو صاير في ألمانيا احكي لي بي. المانيا قال لك يا يوسف هاي الاخبار اللي تشرح الصدر انا كيفاش نهج نهج لالمانيا تعرف تحكي المان؟ اللي بيدخن شليخن بيخن شوي شوي فهمني المانيا نحو تقنين تفهم انت من التقنين تفهم الاخبار الاستخدام الترفيهي للقنب الهندي مع السماح بحيازته وبيعه. ها المانيا مش قن. القنب القنب على اساس انا نعرف ولا نستارك فيه باش نقعد ننطقوا بصحيحه كنت تعرفوا زين عجبك شي اسمه القنب الهند انا نعرفها زاطله خويا يقول زاطله مش مشكل انا معاك الله غالب ذكا هو انا اليوم مانيش قادر راه مليح اقعد هكاك شد لي في شقيقه ورقيقه ما كانت تضرب قدامك ونتيح تقعد تهقهق هكا وهذيك العيشه نهار كامل شدد لي يا القنب يا المانيا دورتها لحمان زطلة تحت بيك لهالدرجة في بيننا الأوروب حالتهم صعيبة معناتها أمورهم مش منظمة أما يدوروها يلحموا في الزطلة يوسف ماش قولك أنت والله العظيم بالحق رايد العالم ماشي إلى إلى الأسوأ إلى المجهول ولا اختتفت ليك يوسف شفت المشاريع الترفيهية والثقافية اللي تدخل الفلوس احنا شادينا في مهرجان العنب مهرجان بوطبقاية مهرجان الكرموس مهرجان ايش عملنا بيهم سامحني ذوم الكل عملوا لنا مهرجانات كما يعملون في المانيا ويرفوا على الشعب يا خويا كي ما نجمتوش تردونا عباد محترمين وعايشين معناتها معناتها كمواطنين محترمين لا ما تقفوا لناش في ثنيتنا خليونا نعيشوا سعداء سايبونا حتى نحن القنب الهندي القنب الهندي يلا واشنطن للسعوديه انا عجبتني برشا كيفاش شنو قالوا لهم قالوا لهم علاقتنا ليست قصه حب رومانسيه في مدرسه واشنطن للسعودية علاقتنا ليست قصة حب رومانسية في المدرسة أيوه نهايات أخلاق أو لا تكون خويا يوسف توا هكا ارتحنا من قصة شيرين ورجلها حسام وشاكيرا وبيكي وليتنا تويكا جيتنا واشنطن والسعودية لا والله عيب عيب يا جماعة راهو بيناتكم خبز ونفط وبيناتكم صغار وبروموات وش لابسة حبي تو تنسيهم يا واشنطن وتنكر ها اللي انت عندك علاقه بالسعوديه قدام العالم اجمع عيب والله عيب توا هكايا نقول لك حاجه علاقات الكبار ما توفيش هكايا انا نطلب من الاخت الصغرى تونس هلا تتدخل في الخلاف هذايا وتلقى حل بين زوز كانوا كنوارات يحبوا بعضهم فهمتني
وعلى نفطك يا وطن نمشي. ساو اللي بيناتهم سلاح اهم حاجه. ساو اللي بيناتهم النفط وما تبعه. النفط والسلاح. يا ودي اختارنا الليله توا انا حربي انا وجلنزه نجم نحلها، حربي انا والسعوديه وكذا معناتها واشنطن. مازال عندك اخبار؟ ما يسمعوش بينا اصلا معناتها ما في هذا نجم يسمعوا. مازال عندي اخبار. رساله الى رئيس الجمهوريه من رئيس السلطه الانتقاليه ب تشاد، حيث تضمنت الرسالة المرحلة الانتقالية في بلاده في إطار احترام الديمقراطية والتعددية السياسية. وإحنا صحناهم بالحوار. إخواتي أخواني تشاديين، عندكم الاتحاد، عندكم لوتشيكا، عندكم الربيع الراعي للحوار. السيد الوزير يدعوكم إلى الحوار، الوزير التونسي نتاعنا بسورسي جيراندي يدعوكم إلى الحوار والتوافق كما عنا بالضبط. تبعونا قديش احنا عملنا من مرحلة انتقالية وتمت بنجاح وبسلاسة وتم التداول على السلطة بسلاسة وبرضاء الأطراف الكل، معناتها بكش تقول تداولوا عليها بدون رضاها، معناتها برضاها السلطة أمورها واضحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تنسنس على هموم الناس وهمك يمشومك ديس. شكرا لك خضر حرب، ميرسي بوكو. تلقاو حل حرب كالعادة على الباش فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام. ومانيش مسامح حق لانس، اللطف عليك وهاني خارجت له تاو تشكي معنا. ليه انا سابش ناخذ حقي بيدي؟ ما جاي حتى واخذي لي حقي، وانت قاعد تتفرج من غادي راجل طولك بطنطولك ما شاء الله عليك ومرأة قدامك تتعرض للعنف، اللطف عليك. فهمتني؟ اذا انا نداء يا ناس يا عالم هاكم تشوفوا بعينيكم. هاو صابر بيعي قالك باي باي. شفت الوفاء في عيونك وحسبتك انت تصور. ديز دوز اي اف ام سيز دوز على اي اف ام احلى راديو 11:37 دقيقة على اي اف ام احلى راديو. شكرا على الاستماع، يوسف البحري معكم في جونة ديز دوز حتى النص النهار. تابعونا كالعادة على الباج فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام وعلى الشين يوتيوب متاعنا راديو اي اف ام. ريج الحمروني اهلا وسهلا. عاصمة يوسف باريج، عايشك مرحبا. كيف تسمعي ذات اي اف ام؟ تري بيان الحمد لله. جوك باهي؟ اي جوك باهي. انت جوي ديز دوز. جوك ديز دوز. جوك ديز دوز على 71-194-194 نجمه يخليو التشكيات نتاعهم المواطنين، وتحاول اريج كل مره انه تحل لنا المشاكل. راهو مش سهله، خلينا نفسروا اللعبات خاطر برشا يسالوا علاش وين المشاكل القدم. راو مش سهله، واحده واحده كل ما نحلوا مشكله هكا هكا نجيو ونحكيوها لهنا سيرونتين. يلا توت سويت، مش مشكل مع اريج. مشكلتنا اليوم ما نصورش فما حومة في تونس ما تشكيش منها الحقيقة، الكلنا نعانيو منها. نحكي على الكلاب السائبة اللي ولات تعيش معانا، ونحكيو على نومبر كبير برشا معناها. دوك خلنا نسمعوا المواطنة متاع اليوم شنو تشكي بالضبط في الكلاب السائبة. احنا في حي النصر سنين، جاه ربي راو كي نقول لك 100 كلب و200 كلب كذبني للصباح يمتحوا. برب كلمت البلدية تاع النصر، كلمت البلدية تاع أريانا، ما عملوا شيء. على الأقل لموهم في بلاصة يا رسول الله، ما عادش نرقدوا رانا ويمشي معانا في النهار زادة. تعرف عايشين معانا، بجاه ربي أعملوا لنا حل، بجاه ربي أعملوا لنا حل فهل كلاه. مشكلة كبيرة. السيدة اللي دخلت توا أعطت المشكل والحل، يعني هي قالت لا قالت أقتلوهم، لا دعات إنهم يتخلصوا منهم لحد شيء، قالت أموا باش يرتحوهم هما يلموهم، قالت يلموهم في بلاصة معناها ملجأ. ملجأ ما إكزاكتومون، خاطر بالحق ولات مخطرة الحكاية برشا. نحن هنا نعانيو منها ومن الصيف حكيت فيها المشكلة هذيا تاع الكليب. في بلايص أخرى ينجموا معناها يتكيو شكون، فما عباد تخاف تنجمش تتعدى تبدل ثنية، معناها فما برشا مشاكل يطرح انه تكون فما نوبر كبير نتاع كليب يدوروا مع المواطنين في الشارع. هو ديجا فما ديزاسوسياسيون يعطيهم الصحه يخدموا في خدمه كبيره برشا، كل مره يحاولوا يعملوا ملاجئ، اما ما عندهمش لي مويان الكبار اللي تنجم تكون عند الدوله باش ينجموا يعملوا حاجه كبيره هكا يحطوا فيها الكليب السيبر. الكليب السيبر راهو المشكل انه نحن نحبوهم يعيشوا معانا، اما ساعات كي تولي برشا
تولي المشكلة معناتها ما عادش نجم تحصرها في خاطر كي يهجموا عليك 20 كلب وانت في الشارع وحدك راهو برا يمشي يقنعوا المواطن هذوما اللي ما لازمكش تقتلهم الكلب الكلب هذوما خاطر صاروا كوارث راهو قبل. دونك البلدية تلقاو نوعا ما حل هريج لقاو انه ياخذوهم ويداويوهم ويعملوا لهم كلي بوس هذوكم توا كي تشوفوا الكلاب في الشارع تلقاو عندهم دي بوس في الوذن دونك هذا واحد من الحلول اللي قاتهم البلدية راهو باش تعمل ملجا زيد راهو ساكوت بوكو دارجون برشا فلوس ما تنجمش معناتها تعمل ملجا كبير للكلاب هذوما الكل دونك زيد راهو لادوبسيون مهمه زيد انه العباد زيد اللي حاسه على الكلاب تحبهم يعيشوا معهم كل واحد ينجم من ملجأ يمشي ياخذ كلب يربيه في داره بالضبط. كان عنده بتبيع لي مويا يمشي يربيه ديني ما يوكله ويشربه وكل شيء. دوك انت هوني يوسف حكيت اللي هما فما الكلاب الملقحين كما نقولوا نحن لكن هوني المواطن زاد حكيت على الحس معنا انهم ينبحوا يقلقوا بالحس فما جانب معين من الحلول ما نجم نلوم على حتى طرف الحقيقه لهنا اذا كان بلديه لاقيه نوعا ما حل صغير ولا بسيط على الاقل انها تحمي حتى كان تعرض للكلب ولا عض الكلب يكون على الاقل ماهوش مريض هنا نحكي وزاد على الحس الحس مشكله كبيره ما تنجمش تلقى لها حل كي تخليهم ديوين اما هما في الشارع هنا نيدي نتاعنا مش كان البلديات كما قلت انت للمواطنين في انهم ينجموا هما يكونوا جانب كبير من الحل كي هما يتبنوا الكلاب حاجه اخرى مثلا نحكيوا نحن على اللاك لهنا عين زغوين العوينه وكل شيء على بلديه حلق الواد وين باش تحطهم بلديه حلق الواد الكلاب السايبه معناتها الكل ما انت راهو نحكي وراهو على الاف ما راهو في المنطقه هذه الكل في اللاكك هاو نحن تحت الراديو فما 20 معناتها وين باش وين باش اكثر يوسف نعلمك لي مبروك ولدوا الكليب معناها اللي كانوا عندهم مده ملي ولدوا معناها بالحق راهو النومبر ولا ما هو الكبير برشا 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 ما نعرفش شنو هو الحل ممكن البلديات ينجموا يفسروا لنا شنو الميثود اللي يخدموا بها مي انا نشوف انه الحل الوحيد هو معناتها العباد اللي عندها لي مويان وتنجم تادوبتي الكليب سيرتو الصغيرات هذاك الصغار والحقيقه معناتها منحهم هو راهو ما تجيش الحقيقه وبالك شي برشا عباد تنجم تتغش عليا ومنحهم من انهم يتكاثروا زاد ممكن واحد من الحلول اذا كان هما في الشارع يوسف ما نتصورش الحل الانسب ان نحافظوا على حياتهم وانه المواطنين او ميم طون على الاقل نكونوا واحدين في نومبر صغير مش في كبير برشا نتصور انه نشوف الكلاب مثلا في 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 والقطات في تركيا كيفاش يعاملوهم حتى المواطنين يحطوا لهم ياكلوا كل شيء ما يتقلقوش نوعا ما يعيشوا معاهم في الكوتيديان نتاعهم كيفاش يتصرفوا معاهم نحن ما عندناش للاسف انا هوني سؤالي يوسف ما فهمتش علاش بالحق الفتره الاخيره ياسر وليت الظاهره هذه انا يعني كنت اوكي كنت موجوده اما بالحق البريود الاخرى الكل بطريقه وليت بارتو معناها ما تنجمش تحصرها في بلاصه واحده بريود الاخرى باش فسالك راهو زاد الكليما عنده برشا دخل معناتها كي تبدا فما شتاء وكل شيء الكلاب يتخبوا دونك ما نشوفوهمش ممكن برشا اما بالكليما توا والدنيا سخونه وكل شيء يخرجوا ويدوروا انا يعني تحت داري عندي راني حومه كامله معناتها تدور وتقعد معناتها عاملين قاعده حلقه اللوطه دونك الحقيقه الحلول نشوفوا مع البلديه شنيا نجموا يعطيونا شنيا نجموا معناتها يفسروا للمواطن ريت خاطر ساعات راه الكوميونيكاسيون مهمه تنجم راه البلديه تقنعنا تو يكلمونا يقولون راه بلديات اي بلديه عندها المشاكل هذه نتاع الكلاب نجم تقولنا رانا نحن نعملوا هكا وهكا 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 توجهنا زيدا توجه يعني للمواطنين ونتصور فما كيما ذكرت انت كيما هوني على بلديه حلق الود فما خصوصيه نتاع المناطق مثلا ما تنجمش كل البلديات الكل يطبقوا نفس التوجه نتصور خاطر خصوصية المنطقة تفرق يعني حي النصر زاد لوربانيزاسيون بالضبط فما مشكل كبير نتاع اوربانيزاسيون كل منطقه تطلع فيها البلاصات هما ساعات يمشيو ويطلعوا مثلا لنعرفها المنطقه بالكدا وسكنت فيها فما الجبل هذيك الكل ساعات تلقى الكلاب غاديك يطلعوا للجبل لما انت كي تبني له بلاصات بتبيع باش يلقى خليه في الشارع يولي الشارع ويدور مع العباد دونك لوربانيزاسيون زاد مهم برشا نحكيو فيها نهار من نهارات تاريخ ونشوفوا وين باش توصل لوربانيزاسيون الحقيقه حتى منطقه خضراء ما فما معناتها الحقيقه في حي النصر فما حتى منطقه خضراء فما جرده صغيره هكا صغيره فما الباراج وقتها شوف المواطن هوني مسؤوليته يحافظ عليها المنطقه الخضراء ولا هذه زاد جنب الحقيقه
منطقه مناطق خضراء لازم تكون موجوده، ونشوفوا حكايه الاوربانيزاسيون هذوم بلاصات اللي قاعدين يطلعوا ورا بعضهم. الحق نتاع ربي زاد يمس شويه من الايكو سيستيم، مش شويه من الانفيرونمون حتى نتاع العباد برشا. وي شكرا لك كاريج، ميرسي بوكو. 71 194 194 كيما المدام اللي كلمتنا، تنجموا تخليو التشكيات نتاعكم، كان عندنا لا ريبونس نعطيوكم، كان ما عندناش نحاولوا نتصلوا نوصلوا صوت ونحاولوا نتصلوا بالجهات المعنيه نتبعوها حكايه الكليب اريج، ونجربوا نشوفوا بلديه من البلديات. خلينا ناخذوا بلديه حلق الواد، لانه معناتها المنطقه نتاع حلق الواد فيها برشا كليب وبرشا ولا عبيد. منطقه حي النصر ولا منطقه حي النصر بالضبط. ونشوفوا معناتها شنو ينجموا يعطيونا كوم ريبونس. شكرا لك اريج، ميرسي بوكو. ببليستي راجعين معكم جونا ديز دوز حتى نص النهار. وتسمعوا في جونا ديز دوز مع يوسف البحري. جونا ديز دوز يفهمنا سيز دوز على يفهم أحلى راديو. أخبار النجوم توتسويت مع إيه. أيوتا مرحبا. بونجور يوسف. بونجور الناس الكل يسمعوا فيه شنو هذا؟ هذاك ترحب بك أختك نور، تصفق عليك. ترحيب خاص هذا من عند نور. ميرسي على الأناقة والجمال اللي جيت فيه اليوم. أيوة وناتشوريل ومن غير مكياج. أي سون فيلتر. أي سون فيلتر. أي باهي برشا. يحب يعرف حقيقتي يتفرج في إيه في الفيديو. خلي الانستغرام يغلط شوي. أي أول عبد مستعرف. 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 غلط في العباد في الانستغرام. يلا أخبار نجوم. باش نبداو نحكيو على عطف بن حسين. يوسف الممثل عطف بن حسين اللي هبط تتساور ديغنيغمون، دونك داروا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن رسميا تقديم ترشحه للانتخابات القادمه للمجلس النيابي الجديد تحت شعار لينتصر الشعب. دونك عطف بن حسين باش يكون موجود في الانتخابات 17 ديسمبر، ونجموا نشوفوه فاسيلمون في مجلس النواب. انا دايره نورمالمون دايرة المهدية، خاطر هو ولد المهدية بيان سور. اوكي عاد الشيب معليش ليه؟ اي كيما شفنا انا نقعد على البوزيسيونمون نتاعي انه الفنان ماذا بيه يبعد شوية على السياسة. اي هو اختياراته كلها من ديغنيغمون شفنا، اسمع بعد الثورة شفنا برشا فنانين اعلنوا عن توجهاتهم ريليهم في مجلس النواب كيما علي بنور. هو ما عندوش توجه عاد بن حسين، مستقل. هو مستقل لكنه مساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد. علنا من مرة يخرج يقولها في تصريح في الاستفتاء قرنا عم بالكبير والأخضر. دونك توجهته معروفة نوعا ما عطف بن حسين. وقلت لك ديغنيغمون ولينا نشوفه راه في الفنانين الكل يعلنوا معناها عن توجهتهم ويعلنوا على الانتخابات وكل. بربي نحب نحكي حكاية علي بنور الممثل رينيها في مجلس النواب نائب الكل. دونك من وقتها رينيها في مشاركه ولا زوز في مسلسل صغيرين بعديك مع شيرين ما شوفوا فيه جمله مش موجود في تونس ابارامون زيد في المهديه هو ما نعرفش انا نحس سي علي بربي كنت تسمع فينا وينك نحس انه الفنان يضر نوعا ما كي يتحط في حاجه كيما هكا. بونك نقعد راهو على ذا رايي الخاص واحترم جدا عطف بن حسين واختياراته ولا سي علي واختياراته، اما نشوف انه الفنان يضر نوعا ما كي يتحط في المواضيع ذي. انا اقول بلاصة الفنان سياسيين في موقع واحد هي وزارة الثقافة، ومن بعديك الحاجات الاخرين بون ممكن زيد راهو في مجلس النواب لازم يكون فما صوت. سي تري امبورطون يكون فما اصوات ممثلين وفنانين في صافي صافي. نجم يكون فما نجم يكون معناتها صوت الفنان موجود غير تا موقع سورتو كي يضرب على الدومي معناها كي تبدا موجود على خاطر في مجلس النواب هو كل واحد يقول فكره. دونك فما قوانين نتاع ثقافه نتاع فن نتاع تمثيل. دونك باهي برشا كي يكونوا فما فنانين يضربوا على الدومين تاع الثقافه. ساعات بالله كان ترشح ما كان ترشحت انت ما كان ربحت ونتمنى له انه يكون في المجلس النواب بالله مشروع قانون على الدروا دوتور وعلى حق الفنانين وحق الممثلين وعلى الريديفوزيون وذي الكل ذي ماذا بينا مادام كان هو باش يمشي المجلس النواب يخرج القوانين من عنده هو نتصور يربح سامباتي كبيره من عند الناس. باش تعديوا للاخبار اللي بعده. دونك حصريا حسب جريدة الصباح النجمة اللبنانية ماجي بوغصن باش تكون موجودة في تونس على خاطر المسلسل اللي تصور فيه. دونك هو للموت المسلسل هذايا دونك
تصوروا الجزء الاول نتاعه والجزء الثاني نتاعه والجزء الثالث نتاعه بعد سنوات باش يرجع يا يوسف، باش يكون تصوير نتاعه في الشهر الثاني من شهر نوفمبر في تونس. دونك تونس والحمد لله باش ترجع وجهه ثقافيه نقولوا نحن لتصوير المسلسلات بعد بعد معاويه وبعد ممالك النار. دونك باش يكون فما تصوير مسلسل هذيا للنجمه ماجي، وباش يكونوا معاها برشا ممثلين من سوريا ومن لبنان. دونك ماجي اللي هي لقات برشا نجاح وبرشا تفاعل مع الجمهور التونسي، خاصة بعد مشاركتها في مسلسل كراميل مع ظفر عبدين والفيلم اللي كان موجود زادا هوني، وبرشا عبيد حبوها واللي يتبعوا فيها. دونك هي فرحانة برشا نورمالمون باش تكون موجودة في تونس، وحصريا كما قلت باش تكون هي ونجوم المسلسل في الشهر الثاني من شهر نوفمبر في تونس. مسلسل ذي من فما هذوما اللي زوز خويت ولا زوز من ملجأ وهذا المسلسل الحقيقة ما نستذكروش برشا، لكن ما نعرف كراميلي نتفرجت فيها هي وظفر عبيدي. نتفرجت فيها أنا ممثلة ممتازة جدا، هي محليها هي محليها على الأخر ماجي. دونك شت عديو للخبر الثالث باش نحكيو على طارق الشناوي اللي ينفي تصريحات المنصوبة ليه بعد ما داروا برشا على غيزو سوسيو، وهو يحكي على الفنانة درة زروق بنت تونس اللي قال عليها اللي هي درة عبارة عن لوحة ثلج لا مشاعر ولا موهبة ولا إحساس، هي حلوة في الفساتين وبس. دونك بعد ما قامت يا يوسف الدنيا وما قعدتش في الغيزو سوسيو كيفاش معناها يحكي طارق الشناوي على درة زروق بالطريقة هذية، خرج طارق الشناوي قرره معناها التصريحات اللي هابتين كل على الغيزو سوسيو كذبه، وانا عمري ما قلت على دره هكا، ما نجمش نقول عليها معناها كلام كيما هكا يوجع، معناها اللي هي اللي عندها لمشاعر لموهبه ووكه في التصريحات هذيا نهدوا فيه الرجل ولين قبل كرب تقولوا الكلمه هذيا. دونك دره زروق مؤخرا شاركت في مسلسل المتهمه اللي باش يكون من 10 حلقات، وباش يكون بطوله المسلسل هذيا الفنان دياب ومهنا صار وعلي طيب واخراج ثامر نادي. دونك باش يكون مسلسل فيه تشويق ورعب واثاره، وهي دره باش تجسد شخصيه نورهان اللي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمه بجريمه قتل تحاول الهروب منها طوال الاحداث. دونك باش يكون كيما عرفتك السيغي في نتفليكس 10 ايام فيها برشا تشويق، وهي متهمه باش تكون موجوده دونك باش تحاول تهرب من الاتهامات اللي يحاولوا كل يوم يجيوها في الحلقات. دونك مسلسل فيه برشا تشويق، نستنيو فيه مسلسل المتهمه. ودره زروق هي محليها يعني ما نجموش نقولوا عليها حاجه كيما هكا، وبنت بلادنا اون بلوس لا حبلوا ربي يقولوا ما نحبوش فينا، نحن ما نحبوش راه في بنت بلادنا وليد بلادنا. رد بالك من المطار نستنى ما تحبوش بنت بلادنا ممثله ممتازه راهو درة زروق، نجموا نتخالفوا في الاداء وكل شيء، اما ممثله تبارك الله وخادمه برشا، خدم مزيانين برشا وشبابها خويا. اون بلوس ما نتصورش كان اليوم في مصر معناها بعد باركور هذيك الكل كان اوكي محليها في الديفيلي وسيغ تابي صحيح وبروب باش يعيطوا لها مسلسلات بطله معناها تجسد في ادوار. انا هو المخرج اللي باش ياخذ الريسك على عبد ما يعرفش يمثل ليه ما نصورش. دونك نتصور هي توا وليت نجم تشبيك، وقولوا هما في مصر الصف الاول من بين النجوم اللي موجودين في الصف الاول. تبع فيها محمد صلاح راه في الانستغرام هو انت تحس عليه شكون تبع عليه ملاوينك كيك يتابعوا في بنات بلادي وانا نتفرج شدي لهم جول يوسف والله. يلا اللي بعد باش نتعديو ونحكيو على دينا. دينا الممثله والراقصه دونك المصريه دينا اللي قالت هي تجوزت تجوزت تسع مرات والله عرست تسع مرات على خاطر هي ما تصحبش يوسف، تعدى طول العرس وقالت الراجل قبل العرس يظهر احلى ما فيه كريم ولطيف وفخور بالفن نتاعي، وبعد العرس بعامين يقول لي الرقص حاجة وهو حاجة، دونك تختار ما بين الرقص ولا هو، دونك فيحدث الطليق. هذيك علاش كل مرة هي تتعرس هو يعرس بها من الأول ما يعرفش اللي هي مرته راقصة معناتها، هو يعرس بها من الأول يركحها كل يمني فيها، بعد عامين قلت لك عامين بالضبط عام ونص يقول لها شو يا أنا يا الرقص، دونك هي تختار الرقص على مبدأها دينا ما تحبش تبطل الرقص دونك يحدث الطليق. وقالت لك حاجة أخرى زيد، قالت لك اللي باش يحب يعرس بيا من هنا فصاعدا يمشي يطلبني من ولدي، ما عادش يجي يحكي معايا إنا جملة، ولدي هكا موجود دونك يكلمه ويشوفه معاه هو يركح الأمور. إيه لا فما برشا راهو تصير بخلاف قطع النظر على الرقص برشا تصير مع الكوبلويت. أيوه تصير برشا مش حتى الفنانين والله برشا ينبعد يقول لها ليه والخدمة نتاعك والخدمة
هو من الأول رأي مفاهمة أول حاجة وثاني حاجة الحقيقة لازم تكون فخور بالمرأة اللي أنت معاها باللي تعمل فيه. ما تحملش بتيت خبب. تحشني. شو أنا حكيت مع شكون بيرسوناج بيبليك في تونس مش نذكر اسمها. مش معناها كنت في علاقة مع شخص مش معروف فهمت. وقت اللي بدي من الاول ما كنتش يعرف الدومين هكا كل شيء وقت اللي سي بون اوفيسيل ريلاسيون سيريوز ولا يخرج معاها وكل يشوف العبيد كيفاش يهدوا عليهم في ريستوران يهدوا عليهم في قهوه تليفونهم يسكتش الميديا يكلموا فيها اشاعاتها بتاع الانستغرام درا شنو ولا مخنوق يتعب اما نتصور فما برشا عبيد رايت الفيلا باردي شوز معناتها يعرف اللي الكوبل نتاعو كوبل وعائله وكل شيء وعلاش قليل المنتاليتي في العالم العربي قليل برشا تلقاها وفما الشو والستار سيستم وكل شيء كيما المراه زدت تتعب من الراجل بيان سور فما نسيم ساكن توا يعني ويقول لك مضحيين معناها يقول لك صابرين وخاطر خدمه فما نسيم متفاهمين وفما نسيم يقول لك ما نجمش طلقت انت المسيور هذه معناتها بالشهرة نتاعك معناتها ما زلت انا متشهرتش تحب تدخلني في دعاء صقور ربي يجيك يوسف يلا اللي بعد المسيو مشهور اون بلوس اون بلوس وي اسمع سكوب هبطوا هذا تيتر هاي هكا يتشكاو منها المشاهير الكل كي بين هبطوا لهم تيتر ويت هبطوا على ايه تيتر المسيو بتاعي مشهور يلا وعندي زيد الدوسي على امين جلانزا بعد شو اقوله لا لا والله مادام مشهوره لا لا مشهوره مشهوره زيد عالميا راه عالميا اي من كان تضربوا ما قالكش يا اخي تو كان يحكي لي باه اوكي اوكي طنت فيه مقرب نحن نخرج نخليو لونتين احنا طالعين فهمت نخليو لونتين الخلود مبروك طنت فيه معك كيف سكوبيت هذو ما يخرجوش في اللونتين يلا باش نكملوا بالخبر الاخر باش نحكيو على ريانا يوسف اللي بعد غياب كبير 6 سنوات ريانا ماهيش موجوده على الساحه ما فماش اغاني ريانا ترجع وتتصدر الترند عالميا على خطر الاخبار يقولوا لي الجمعه 28 اكتوبر اللي هي غدوه باش يكون معناها انطلاق العوده نتاعها والالبوم نتاعها وباش تعمل معناها موسيقى تصويريه لفيلم بلاك بانثر باش يهبط غدوه نهار الجمعه 28 اكتوبر دونك ريانا باش ترجع من جديد في الترند وباش ترجع من جديد في الدومين هذيا وهذيا ما اعلنته مارفل ستوديو دونك هما اللي باش يكونوا موجودين مع ريانا نجولها وبش يهبطوا غنيات متاحة جدد موسيقى تصويرية يعني بشكون الموسيقى متاحة في فيلم غابت برشا ريانا غابت برشا 6 سنين بريسك دونك ريانا ماهيش موجودة لا بغنية جديدة قاعدة نسمع في غنيتها القدم ريانا تبارك الله عملت انطلاقة اي بون كاهو كل واحد اما 6 سنين ما حسينيش بيهم بون ريانا طلعوا واحدين جدد هي غابت يوسف على الغنية يخلي بلاصته ويخلي بلاصته هي غابت يوسف على الغنية اما ما غابتش في المدة الأخيرة نذكر عامين التالي على الترند في الانستغرام وتويتر وستويتها وروبها وساعات تظهر هكا في مهرجان اما توا باش ترجع للفن وللغنيات وموسيقى تصويريه لفيلم بلاك بانثر تصور حاجه حلوه على الاخر شكرا لك ايوتا ميرسي بكون قبلوا غدوه ان شاء الله اخبار النجوم جدد معاك يلقاو اللي توا سمعناهم يلقاو على الباج فيسبوك تاعنا راديو اي اف ام شكرا كل مستمعينا شكرا الفريق الاعداد امين ابو غنجة نور بولابير في الاخراج شكرا لايمان وحمزه في اي اف ام تي في وكل فريق ليزو سوسيوم تاعنا نحن نتقابلوا غدوه نفس التوقيت من 10:30 النهار في جونه ديستوس